وقع الهجوم في مركز تدريب للقوات الأمنية بولاية وردك قرب العاصمة كابول، حيث اقتحمت سيارة مفخخة نقطة تفتيش وانفجرت داخل مركز التدريب، ثم دخل مهاجمان آخران وأطلق النار على القوات الأمنية قبل أن يقتل في تبادل إطلاق النار. وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غاني بيانا وصف فيه المهاجمين بأعداء الدولة، في حين قال مصدر أمني إن ما يزيد عن 100 عنصر في القوات الأمنية لقوا حتفهم في الهجوم. وكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأفغانية أن حصيلة الضحايا بلغت 126 شخصا، من بينهم 8 عناصر من القوات الخاصة، لكن لم يتم الإعلان عن حصيلة الضحايا رسميا. هذا وشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا في الفترة الأخيرة، حيث شنت حركة الطالبان عدة هجمات على أهداف معينة في أنحاء البلاد، منها يوم الأحد الماضي حيث تعرض محافظ محافظة لوكر لهجوم أدى إلى مقتل 8 رجال أمن على الأقل.